الكذب، النفاق، الدجل، أخبار مدسوسة ممزوجة بسم زعاف تبثها قنوات الدم والتحريض والفتنة. زعماء الكذب المنسجمون مع قنوات الكذب يتحدثون بكل سفاقة عن انشقاق نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع. أنا أؤكد خبر انشقاق السيد فاروق الشرع، قد انشق وقد أفلت من مرافقته، لكن تأمين سلامته إلى خارج سوريا هي المسألة الآن. قنوات التحريض والتهويل والفبركة، الجزيرة وأختها العربية وقريبتهم في التلفيق والرياء البي بي سي يعتمدون في أخبارهم على مصادر تسمى على شاشاتهم الصغيرة كحقيقتهم بأبو حوران الحوراني وأبو حمص الحمصي وأبو دمشق الدمشقي وغيرهم من أسماء وهمية خيالية ما أنزل الله فيها من سلطان إلا عبر هذه القنوات الكاذبة التي فقدت أي مصداقية ومهنية وحرفية. نعم، 10 أيام اختفى فيها الشرع، هل كان متواجدا في درعا أم أنه كان يتنقل ما بين مناطق سوريا أخرى؟ يعني سيدي أفضل أن لا نتحدث بهذه التفاصيل الآن قبل أن يتم تأمين السيد فاروق الشرع إلى خارج البلاد. ضابطان برتب عالية انشقوا مع السيد فاروق الشرع. الشرع الذي كان الخبر العاجل في الأيام الأخيرة على جميع قنوات الكذب والدجل والنفاق عندما بثت على شاشاتها أخباراً تؤكد انشقاقه عن الحكم في سوريا. نائب الرئيس يظهر اليوم على المحطات الوطنية بكامل صحته وعافيته، يستقبل الدكتور علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، الأمر الذي يؤكد بالصوت والصورة وجود فاروق الشرع على رأس عمله، ويؤكد أيضاً السم الزعاف الذي تبثه قنوات الكذب والرياء والدجل. هذه المحطات المملوكة لأسر مالكة في دول تابعة من أجل تنفيذ سياسات إقليمية وتدعي المهنية والمصداقية، الأجدر بها أن تصرح على شاشاتها التآمرية أنها كذبت ونافقت في بث الأخبار والمعلومات المتعلقة بسوريا، علها تعيد بعض ما فقدته من مصداقية وحرفية ومهنية. لكن المثل العربي يقول الطبع غلب التطبع.